احنا عاملين خدمه مكثفه من امبارح بالليل، من الساعه 11 امبارح بالليل، تحسبا لما حدث في الماتش السابق ان الناس جت الساعه 7 الصبح. فاحنا الماتش ده احنا كنا حاطين خدمات من الساعه 11 بالليل لغايه الساعه 9 الصبح خدمه احتياطيه. الخدمه الاساسيه جت الساعه 9 الصبح، متواجدين على الابواب وعلى المداخل كلها بتاعت الاستاد، الاربع مداخل حتى الان. فوجئنا طبعا بالعدد الكبير اللي حضرتك شفته دوت من القطص، هم عددهم حوالي من 1000 ل 1100 1200 عايزين يخشوا عنوه لما فيش تذاكر ويخشوا بيها كمان. بالاضافه الى المبدا الرئيسي اللي عندنا ان الماتش مذاع من غير جمهور، فهم عايزين يخشوا عنوه، فاحنا بنحاول نتفاوض معاهم كتعليمات سيادة الوزير سيادة اللواء مدير الامن، بننسق معاهم نتعامل معاهم بلغه الحوار عشان نقنعهم ان ممنوع دخول الماتش بالحسنى. هم فيهم طبعا فيهم بعض شرذمه بيحاولوا يعني يعملوا مناوشات، لكن احنا طبعا دول اخواتنا صغيرين واحنا في ظروف صعبه شويه، فبنحتوي الموقف تحسبا ان الموقف ما يتصعدش مننا. يعني سياده اللواء ايه اللي تم؟ يعني هل المفاوضات بتتم مع افراد قاده معينين منهم ولا مع ناس بصفه عامه منهم، ولا الوضع بيبقى ازاي؟ هم الحقيقه طبعا القطص ليهم مجموعات قيادات بالنسبه لهم. القيادات دي طبعا احنا على درايه بيهم وعلى معرفه شخصيه بيهم، بنتفاوض معاهم هم بيقنعوا الاخرين. الجزء الكبير بيقتنع لكن في جزء ما بيقتنعش، واحنا بنحاول ان احنا نضغط عليهم برضه باسلوب التفاهم علشان نمنعهم ان هم يعملوا قطع للطريق او نعملوا حاله فوضى في منطقه الاستاد. ايه اللي تم منهم حتى الان؟ هل في استجابه للامر وعدم دخول الاستاد، ولا هم مصممين على دخول والحضور الى المباراه؟ هم في الحقيقه في الاول كانوا مصممين منذ بدايه المباراه، هم موجودين من جمل الساعه 5 وتواجدين حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي. تم التفاوض معاهم هم هيقفوا كده لغايه التايم الاول او الشوط الاول ما يخلص، وهيتجمعوا مع بعض يطلعوا يعدوا على الناحيه الثانيه على مناطق العبور في هناك كافيتيريا، هيقعدوا يتفرجوا على التايم الثاني هناك. يعني ده التفاوض الاخير ان هم هيتابعوا المباراه من الخارج سواء تشجيعا او متابعه حتى للمباراه. تمام كده بالظبط، ده اللي حصل. هل في اي تعدي بالالفاظ، تعدي مثلا نقدر نقول اي مشاكل اي احداث حصلت ما بينهم، ولا الامور مرت في سلام حتى الان؟ هو في الحقيقه حتى الان من عدمه لا في تعدي باللفظ ولا بالفعل ولا بالقول ولا بالايد. احنا محتويين كل اصول اخواتنا صغيرين يعني. يعني انا بقى لي 37 سنه في المديريه، كنت بطلع مع الالتراس ده جميع المحافظات، هم لا عارفيني بالاسم، فاحنا بنتفاوض معاهم بنقنعهم، ومجموعه كبيره جدا بتنقاد، بس في مجموعه بسيطه زي ما قلت لحضرتك بتحاول تعمل شغب، لكن احنا نحتويها، بس ما فيش اي استولات الحقيقه. مش حضرتك، شكرا جزيلا. باذن الله الماتش يعدي على خير وربنا يسامحنا خير كله.